شو اسمك؟ مارسيل خليفي. مارسيل خليفي. كلكم فرنسوية يعني مارسيل. ما في غير عرب هون؟ When the material is arriving here to the gate after the selection at Tilly-Liban, the first thing that we are doing is making a first inspection. We are also trying to record all kind of labeling that is existing. After this, we are starting to do a manual cleaning. After the manual cleaning, we repair damages to the film. Repairing and the manual cleaning is extremely slow. So it takes a lot of time. Then we send the films up to machine cleaning. The sound is only manually cleaned, because if we go in with machine cleaning there, we will lose all the material. Then the film is recorded in the Telecine. The sound is recorded separate in an old sound reproducer, I think it's called. And then we need to synchronize the sound and the picture. يلي بيفتخر بوجوده لبنان عبر التاريخ مهما اوفينا انا اكيد انه منضم مقصرين. نعم، شو بيعني لك مهرجان بعلبك؟ ايه مهرجان بعلبك؟ ايش ايه بدنا نروح على المهرجان. ما عندك شو بيعرفني بلغات؟ انا سالت هذين عن شو بيعمل المهرجان. كان بالقديم كيلو اللحمه عندنا في بعلبك بثلاث ليرات، هلا حقه 20 ليره. كان كيلو الرز حقه 45 قرش، هلا حقه 3 ليرات. كان رغيف الخبز حقه فرنك، هلا صار حقه 15 قرش. مين هل بده بعد يحسن يتابع مهرجان الناس بعلبك ويعرف شو فيه عنه؟ ما بقى عادي يقدر يحسن يتابع. وأن
النفوس قلقة والقلوب مضطربة، ومصائر البلاد والعباد معلقة بألف خيط وخيط، كل خيط منها مشدود لاتجاه، وكل اتجاه مرهون لغاية، وكل غاية معقودة لهوى، وكل هوى يشكل سببا من أسباب البعد عن الله العلي العظيم. كيف اللي معك؟ لبمية. شو فيه؟ فرجينا اليوم لشو؟ شو هني هون؟ هذا دمين الصحة. طيب شو قديش قيمتهم المعاملات اللي معك؟ 100 ليرة. صار لك زمان جايبهم؟ ايه صرت 20 مشوار جاي لها. ليه؟ هنوك بيأخروني. واليوم عطوك موعد؟ لا عطونا موعد بالقاول. مانك مصدق يعني؟ لا ماني مصدق. طيب إن مشكلتنا في هذا العالم التي تتميز بالقلق والثورة والاضطراب أساسها فقدان العدل، فلا عدل على الصعيد العالمي، ولا عدل على الصعيد العربي، ولا عدل على الصعيد اللبناني. ولهذا كانت المعارضة والثورة والنقمة على